الإلحاد ليست ظاهرة جديدة، ولكن الإلحاد بقت ظاهرة للأسف الشديد موجودة في المجتمع. هنتكلم عنها النهاردة، وهنقدم الفكر أمام الفكر، وهنقول إيه رأي أنتوا كمشاهدين بقى، تقولوا إيه رأيكم في الفكرين المتضادين. أولا إحنا مش جايين هنا نحاسب أي حد، الحساب عند ربنا، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اتنين، هنسمع بعض، يعني احنا كل واحد ليه حق الرد، وهنسمع بعض وكل واحد ليه الفرصه ان هو يرد. احنا مش جايين نتخانق يا جماعه، احنا جايين نتناقش مع بعض. اتفضل مع السلامه. يلا اتفضل مع السلامه. احنا اصلا مش عايزين لا ملحدين ولا كفره اساسا. اتفضل، ما احنا بنقدم فكره عشان الناس تتقاعد منه. ايوه تتقاعد من الكفر والالحاد وهذه الظواهر المشينه في المجتمع.